خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة. مفاجآت عديدة بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النهاردة في مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية في الويك أند. هيقدم النجم تامر حسني حفل من أقوى حفلات مهرجان العالمين الجديدة. هيشهد الحفل العديد من المفاجآت الكبيرة، بينها عرض الألعاب النارية الضخم لأحمد عصام والرقصات المختلفة اللي هيقدمها مع الفرقة، خصوصاً إن مسرح يو أرينا مجهز على أعلى مستوى لإمتاع كل الحضور. أيضاً النهاردة هيقام حفل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس 2024 في تمام الساعة 7:30 مساءً. بيقام الافتتاح خارج الملاعب للمرة الأولى، وبتجري مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومتر. وبدلاً من المدرجات ستصطف الجماهير التي تقدر ب 300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع. وهيسير نحو 100 قارب محمل ب 10500 رياضي بيمثلوا 206 لجان أولمبية أهلية حتى الوصول لمواجهة ساحة برج إيفل عشان يتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار مؤجلات الجولة 18. هيلتقي الأهلي مع المصري في تمام الساعة 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع الزمالك.